أنا أكون معك واضح، يعني أنا أصلا لا أحسن الظن بهم جميعا، أنا أعلم أنه في ناس شغالة لحساب أجنبية يعني، وأكون ساذجا جدا إذا قلت أنه السودان ده يعني شغال براه، وكل لا 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 الأمور التي تجري فيه لاعتبارات خاصة والاعتبارات محلية يعني، ده كلام غير صحيح يعني. والتدخل ممكن العجنبي يكونوا ضامنين يا ساعتك؟ ما في حاجة اسمها ضامنين يعني، ضامنين المسألة ما تجارة يعني. ضامنين ديل إذا وجد من الحيثيات ومن الإجراءات ومن ما يتفق عليه ما يعزز يعني مصالحه، يعني مصالحه في أن يحفظ عناصره الشغالة لحسابه، ومصالحه في أن يحفظ يعني قواه، يحفظ علاقاته، يحفظ شروطه اللي بيخدها في 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 الاتفاق يعني، كما فعلت الجهات التي رعت نفاشة يعني، وأدت إلى 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 بنفاشة إلى النهايات التي تريدها هي، مش التي يريدها السودان يعني. وعشان كده أنا طبعاً بتشكك كثير جداً لما يحصل أي تكاثر يعني غير طبيعي لحركات يعني. يعني أنا امبارح اندهشت جدا للجبهة الثورية للتغيير، والتي قالت خطابا جديدا، وإنها يعني 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 رفعت راية شديدة جدا يعني. فده كمان تجمع جديد يعني. طيب، فعلى السودان والسودانيين قيادة وأحزابا أن يصوغوا في هذا الأمر مشروعا وطنيا واحدا، ويتولوا صياغة حراسة هذا المشروع وتفصيله يعني. طيب كيف